ماضية الصين تجر وراء قطارها الاقتصادي الهادر في العالم تطورا نوويا تقول إنها ستواصل تحديث ترسانته. تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية أن بكين توسع ترسانتها النووية بما يقرب من 700 رأس حربية في سنوات خمس مقبلة، قد تصل إلى 1000 رأس حربية نووية في 2030. ذلك خوض في سر من أسرار جمهورية التنين. تخمن التقديرات الأمريكية قبل سنوات سبع أن الصين تعد ثاني أصغر ترسانة نووية بين الدول الخمس في معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي. لا أحد يعرف ما في قبضة الصين من مخزون نووي ولا ما وراء مخططاتها لتطويره، قد تفاجئ به العالم يوما كما حدث مع زفرة اقتصادها المغيضة للاقتصادات الكبرى. خطوتها الأولى في تتبع جسور الدول النووية كان عام 55، حين ذاك قرر ماو تسي تونغ بدء برنامج أسلحة نووية خلال أزمة مضيق تايوان الأولى. في بانتو ولانشو وجيوان بدأت أعمال بناء معامل تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم بين عامي 58 و60 من القرن الماضي، بمد يد سوفيتية عبر متخصصين لبناء منشآت إنتاج المواد الإنشطارية. وقبل النضوج واتضاح تطورها النووي، رفضت الصين الرفقة السوفيتية في إنماء مشاريعها النووية، فقد طالب القائد السوفيتي نيكيتا خروتشوف نظيره الصيني بمناقشة ضبط السلاح النووي مع الغرب، لكنه رفض، رغم أن الصين كانت تحت المظلة السوفيتية في تدرجها النووي. وتحت مظلتها الخاصة أجرت بكين أول اختبار نووي لها عام 64. تعد المنظمة الأسترالية للمسح الجيولوجي نحو 45 اختبارا نوويا للصين من ستينيات القرن الماضي إلى عام 96، تاريخ آخر تجربة لها وفق المنظمة. غير أن ذلك لا يخترق ضباب المخاوف الأمريكية، وقد رصدت أقمار اصطناعية نفقا نوويا سريا في موقع لوب نور حيث قاعدة مالان النووية وفق الموقع الإعلامي لجامعة ميشيغان. التزام الصين دوليا بحظر التجارب النووية قد لا يغيب شمس طموحاتها في سماء العالم.